غازي مبسوط؟ وانا فرحان كلش كلش فرحان، واصدقاء فرحانين، وابوي فرحان وامي فرحان. بابا وش تسوي؟ تاكل ايس كريم؟ طيب تجغمه، لا تاكل، لا تكبر اللقمه خلاص عشان ما يعورك في حقك. طيب قل بسم الله، بسم الله، قل بسم الله. شاطر بالعافيه. جالس في المواقف والرطوبه احتريهم. ظهر علينا عرس غازي، والله انك يا ابو ربيع انك تستاهل العمر الطيبه كلها. وكان لو تدرون عني رضيتوا علي، اقضي من جده ومن هنا ومن قريب، متواضع غيري خارج المملكه، ما ترد على غير ملابس تركيا. يا ربي البيبان شافتين الربع، اي سكوها بشوش. اسمع لي، انكم تبون مصمم، ما ادري وش تبون. ليش مصمم؟ انا اصمم لكم فلوس هنا وهنا وخرميط. ليش التصميم بالفين حق الثوب غير شغل يدها؟ وين عايشين؟ ليه الثوب هذا بيدخل سنة الجنة ولا وش بيسوي؟ علام كنت، ما الكلام ما هم موجه لك يا غازي.